ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف مرحبا بكم دائما في قناتكم الطبخ سالمة أسماء. وصفت لي ما شاء الله عبارة على بريوش، غادي نديروه بريوش بلا زبدة، سهل بزاف التحضير ولكن كيجي المذاق ديالو هائل والقوام ديالو كيجي كذلك زوين بزاف. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو فيه، غادي نحتاج 300 غرام ديال الطحين مع واحد ربع معلقة صغيرة ديال الملحة، غادي نحتاج غادي نكهو شوية ديال المزهر، واحد معلقة صغيرة ديال المزهر، عندي هنايا واحد تقريبا واحد ربع كاس ديال الحليب، هنا ما يعادل 50 مليلتر ديال الحليب، جوج ديال البيضات متوسطة الحجم، عندي الخميرة ديال الخبز الطرية، هذه الخميرة ديال العجن غادي نحتاج فيها 10 غرام او لا على حسب الجو، عندي هنايا السكر البني تقريبا واحد 40 غرام، 40 حتى 50 غرام على حسب الحلاوة ديال اللي كتبغيو في البريوش، وهنايا غادي نستعمل 130 غرام ديال الجبن كريمي، انا هنا عندي هنايا جبن الماسكاربون كيعطيو واحد النتيجة زوينة بزاف. فهادو هما المقادير بحال اللي كتشوفوا معايا، نتوما دابا على بركة الله لطريقة التحضير. اول حاجة غادي نبداو بها ان شاء الله هي غادي نذوبوا هذيك الخميرة ديال الخبز الطرية مع الحليب، الحليب غير ندفيوه يعني ما نسخنوش بزاف، ثم غادي نحاولوا نذوبوا هذه الخميره هذه مزيان في الحليب دافي. هنايا في البول فاش غادي نعجنوا اولا في البول ديال العجانه ديالنا، غادي نديروا الطحين مع الملحه اللي كنا قلنا، غادي نضيفوا السكر البني، غادي نضيف جوج ديال البيضات، بسم الله وحده هاد الثانية، غادي نضيف هنايا جبن الماسكاربون، ثم غادي نضيف تقريبا ما يعادل واحد المعلقة صغيرة ديال المزهر، وآخر حاجة غادي نضيف هذاك الحليب يعني ديك الخميرة اللي ذوبتها في الحليب، هما العناصر كاملين بحال اللي كتشوفوا. ودابا غادي ندوس نعجنهم مزيان يعني واحد المدة ديال 5 حتى 6 دقائق حتى يتعجنوا مزيان ان شاء الله. من بعد ما عجنت مزيان كنحصل على واحد العجينه اللي هي خفيفه، العجينه هذه ديال هذا البريوش هذا كتجينا خفيفه، انتم بحال اللي كتشوفوا يعني ما كتكونش واحد ما كتكونش يعني واحد الكره هكا مجموعه، فهي عجينه خفيفه. غادي نشدوها وغادي نديروها في واحد لو بول على هذا الشكل هذا، وغادي نغطيها وغادي نخليها كتخمر، مهم على حسب الجو، المهم حتى يضاعف الحجم ديالها، صافي ساعة ساعة ونص المهم على حسب الجو. هانتوما بغيتكم تشوفوا مزيان هنايا القوام ديالها خفيفة، هانتوما شوفوا الصراحة ما كتلصقش بزاف في اليد واني راها خفيفة. غادي نغطيها نخليها كترتاح اولا تضاعف الحجم ديالها ونعاود نطلقها ان شاء الله. من بعد مرور واحد المده كنشوفوا ان العجينه ديالنا ها هي ضاعف الحجم ديالها يعني خمرت، غادي نشدو فوق سطح العمل نرشو بشويه ديال الطحين بحال هكا، ثم غادي ندير العجينه هكا من الفوق، غادي نحاول نضغط عليها شويه باش كنحيدوا لهذوك الغازات اللي ناتجين على يعني على عمليه انها خمرت هكا شويه، غادي نحاول نديرها على شكل كره، كنديروها هكا على كنديروها على شكل كره بحال هكا، غادي نعاود نرجعها في هذا لو بول هذا بحال اللي شفتوا، غادي نعاود نغطيها بورق البلاستيك الغذائي، ثم غادي ندخلها للثلاجه لبضع ساعات اولا. انا شنو غادي ندير دابا، انا عندي هنا الليل غادي نخليها في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله عاد نكمل الخدمه بها، كتعطينا نتيجه زوينه بزاف، كنصحكم انكم زعما تتبعوا هذه المرحله هذه لان كتكون نتيجه رائعه. العجينه ديالنا انا خليتها في الثلاجه المده ديال الليله كامله، ها هي كيفاش كترجع هنا فوق سطح العمل، غادي ندير شويه ديال الطحين، غادي ندير عليه العجينه، انتم دابا ولات بارده نتحكم فيها بسهوله، نضغط عليها شويه هنا باش نحيد لها هذوك الغازات، ومن بعد غادي نضيف لها حبيبات ديال الشوكولات هكا، عندي تقريبا واحد 70 غرام، تقدروا تمشيو ما بين 50 حتى ل 100 غرام، انا درت هنا 70، وغادي نحاول ندخلها مزيان في هذه العجينه. بعد ما حاولت دخلت فيها ديك الحبيبات مزيان كندير لها هكا واحد لو بودا هكا، وغادي نحاول نقسمها على ثلاثه، الا بغيتوا تتاكدوا انهم قد تقدروا تعبروهم
جميلة. من بعد ما قسمناهم على ثلاثة بحال اللي شفتو غناخد كل وحدة وغادي نحاول نديرها واحد لوبودا اللي هو يكون رقيق وطويل تقريبا ما بين 30 حتى 40 سنتيمتر يكون فيه في الطول ديالو ولا انكم ميزانكم المهم ثلاثة بهم يكون عندهم نفس الطول. انتما كل جزء درنا منه واحد لوبودا طويل بحال هكا بحال اللي قلت لكم تقريبا واحد 30 حتى 40 سنتيمتر هكا في الطول ديالو. دابا غادي ندوزو لعملية التشكيل. الطريقة ديال التشكيل هي اننا غادي نشكلو واحد الضفيرة بحال اللي كتشوفوا درت واحد لوبودا هكا في الوسط وجوج الاخرين على الجوانب هكا. غادي اول حاجة غادي نلصقهم هكا من الفوق على هذا الشكل غادي نفرق بيناتهم مزيان ودابا غادي نبدا في التشكيل ديال الضفيره. المهم عمليه التشكيل الصراحه تقدروا تشكلوهم خبيزات تقدروا تشكلوهم على شكل دي باغيت كيف ما بغيتوا. انا غادي نوريكم هنا الطريقه ديال الضفيره ولكن كيبقى عندكم الاختيار يعني ديروا كيف ما بغيتوا. من بعد ما سالينا الضفيره ديالنا بحال اللي كتشوفوا درتها فوق صفيحه ديال الفرن وحتى ورق التيفوليزي. هنا عندي واحد الصفر ديال البيضه ضربته مع واحد شويه ديال الحليب يعني ماشي شي كميه كثيره. غادي ندهن هذه البريوش ديالي كامله وغادي نخليها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. غادي نخليها فشي نغطيها بشي منديل نظيف نخليها تخمر يعني فشي المكان اللي يكون دافئ عندي في الكوزينه ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. البريوش ديالنا من بعد ما خمر بحال اللي كتشوفوا هو خمر مزيان وضعف الحجم ديالو غادي داك الباقي ديال الصفار ديال البيض مع داك شويه الحليب عاد غادي ندهنو للمره الثانيه قبل ما ندخلو الفران. وممكن انني نزينو بشي حاجه من الفوق يا لوز يا حبيبات ديال السكر اللي بغيتو ومن بعد ندخلو الفران يكون سخن على درجه حراره متوسطه 170 درجه ونخليه حتى يطيب ويتحمر تقريبا واحد 20 دقيقه انا في الفران ديالي المهم مع المراقبه بطبيعه الحال. البريوش ديالنا نتوما بحال اللي كتشوفوا بعد ما كيطيب وكيتحمر كنتاكدوا من النضج ديالو. انا خدا لي تقريبا واحد 20 دقيقه الا شفتوا انه تحمر بزاف وباقي يعني ما طاب من الداخل غطيوه بورق الطهي هكا باش ما يتحمرش بزاف وخليوه كيتابع الطهي ديالو. فديالو الصبح اللي شفتوا نتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم. بريوش يعني من اروع ما يكون جربوه وما غاديش تندموا ان شاء الله. اي تساؤل عندكم او استفسار او اقتراح خليوه لي تحت في التعليقات ديالكم. تنساوش ديروا جيم الفيديو اذا عجبكم تبارطاجيو وكذلك تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او سابوني او سبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.